أحد أهم العناصر المؤثرة في القلعة الحمراء لاعباً ومدرباً هو يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي. لعب يحيى يوسف للأهلي في فترتي الناشئين والشباب حتى صعد للفريق الأول ليحقق العديد من البطولات في مختلف المراحل العمرية، لكن شبح الإصابة طارده ليعتزل في عمر 27 ويتجه عقب ذلك إلى التدريب. بدأ مشواره التدريبي مع ناشئي الأهلي ثم تولى تدريب فريق الشباب بنادي الجزيرة ليعقب تلك الفترة تجربة احترافية في الإمارات لمدة 4 أعوام مع نادي الوصل بدبي ثم الوحدة في أبوظبي، ثم عاد الطير المهاجر إلى بيته النادي الأهلي ليتولى تدريب فريق الشباب مواليد 96 و98 و2000 ليتوج معهم سنويا ببطولتي الدوري والكأس. قاد بعد ذلك الفريق الأول رجال مؤقتة ليظفر معه ببطولة كأس مصر، وبعد فترة من عمله كمدرب عام للفريق مع السويدي أولالاند جرين تم الاتفاق معه على تولي منصب المدير الفني لفريق يد سيدات الأهلي في مهمة جديدة للبحث عن البطولات. يحيى يوسف يفتح قلبه ويكشف العديد من ذكرياته في القلعة الحمراء وطموحاته للفترة القادمة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد، عودة لعشرة الصبح في الأهلي وحوار حول كرة اليد، وطبعا دي تعتبر واحدة من الرياضات اللي بتحظى باهتمام كتير جدا وقطاع كبير من المتابعين والمشجعين، وليها نسبة مشاهدة عالية جدا خصوصا فيما يتعلق بمباريات منتخب مصر لكرة اليد سواء كانت محلية إفريقية دولية. طبعا رياضة جميلة هنعرف يعني من خلال هذا اللقاء الكثير من أسرارها وكثير من تفاصيلها، خصوصا وإن احنا منورنا في الاستوديو اسم له ثقله في عالم كرة اليد كابتن يحيى يوسف وهو المدير الفني لسيدات يد النادي الأهلي. منورنا، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير أستاذ كريم. صباح الخير أستاذ نهاوند. طبعا أكيد منور قناة النادي الأهلي ودايما. ربنا يخليك. صباح الفل. وخليني ابدا بقى من التقرير اللي احنا شفناه، يعني شفنا حضرتك في الاول لاعب لرجال اليد مع الفريق وبعدين بعد كده مدرب، ولكن النقله دي بقى والمنصب لفكره المدير الفني بقى للسيدات يد الاهلي، برضو عايزين نعرف الانتقال ده. طبعا البدايه هو التدريب المفروض ان هو واحد رجال او سيدات، ما يفرقش. هو ما يفرقش اصلا، بس اهم حاجه ان انت تشتغل على نفسك كمدربه مثلا بدايه. طبعا لازم يكون عندك طموح كمدرب وليك شخصيه، من اساس المدرب لازم يكون ليه شخصيه وليه كاريزما، حتى وهو لاعب لازم يكون له شخصيه وكاريزما اصلا عشان يستمر، وكمان غير كده لازم يكون فيه طموح. ان انا طول عمري بدرب ولاد، ان انا نقله سيدات دي هي جات لظروف معينه كده. الموسم اللي فات كان حصل دروب لسيدات الاهلي وانا كنت ماسك مدرب عام مع السويدي، فمجلس اداره كلمني وكابتن رؤوف النشاط الرياضي كلموني ان انا امسك سيدات الاهلي عشان حصل دروب، فمسكت وعندي طموح برضو الحمد لله ان انا اعمل حاجه بيهم ان هم فريق كويس، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله هتبقى احسن ان شاء الله. حضرتك بتقول ان التدريب في الاول وفي الاخر واحد سواء للرجال او سيد، بس طبعا اكيد اخذنا في الاعتبار الفروقات البدنيه مثلا والقدرات البدنيه ما بين الرجال والسيدات بطبيعه الحال. أكيد. طب هل التمرينات نفسها بيكون فيها اختلاف؟ احنا بنتكلم برضو على رياضه الى حد ما بتحتاج قوه بدنيه، فيها التحام، فيها صراعات على الكره في كتير من الاحيان، فهل السيدات بيبقى لهم وضع خاص في نوع التمارين مثلا؟ بص اعتقد انا عارف ان هو تمرين واحده. اوكي. في اي لعبه تمرين واحده للولد والبنت، في اي لعبه هي واحده. هي بيختلف بالنسبه للهاندبول مثلا اللي احنا بنلعبها اصلا القوه والسرعه. بس المهاره المفروض بتبقى واحده. ماشي. التكتيك بيبقى واحد. السرعه بتختلف شويه زي ما قلت ان قوه الكره الجسمانيه مختلفه، القوه البدنيه مختلفه، بس هو التدريب واحد. واحنا بنشتغل على الكلام ده اصلا ان احنا بندرب نفس التدريب مع اختلاف القوه والسرعه، ان البنت بطبيعتها هنا في مصر مختلفه غير اوروبا، او طبيعه كمدارس او كعمل في اوروبا ممكن البنت بتتمرن ممكن صبح وبالليل، الدنيا هنا مختلفه شويه اذا كان في جامعات او موظفات. انا بتكلم على الفريق اول طبعا، فده يختلف شويه. اعتقد لو احنا ادينا البنت نفس الولد بالظبط من صغرها ان هي تتعود على التدريب والعنف، العنف اللي هو المقنن اللي هو في الرياضه توصل للعالميه، بس انا اعودها من صغرها ان انا اديها الجزء البدني بتاعها صح، الجزء المهاري صح، ان انا
اتكلم معاها كتير طبعا. ولي الامر عليها عامل كبير جدا ان هو يساعدها على كده. ما فيش حاجه اسمها بنت وولد في الرياضه، بل انت وافقتي. انا كنت عايزه فعلا اقول لحضرتك على النقطه دي، هي مش قصه بس ان انا اربي البنات من هم صغيرين على كده، انا لازم اعلم الاهالي او اغير الثقافه. يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه يا كابتن، مش فكره النشء وهو صغير هو بيبقى الطفل مؤمن ان هو يقدر يعمل كل حاجه. البيئه اللي بيتولد فيها وبعد كده والافكار اللي بتخش دماغه، انت تقدري ما تقدريش، انت يعني دي بقى اللي بعد كده بتخليه يكون الثقافه عن نفسه. طبعاً فدي الثقافه لازم تبدا بيها. طبعا طبعا ان ولي الامر وهو مثلا بيساعد بنته وهو صغيره، مش حاجه اسمها بنت في الرياضه. انت وافقت ان هي تلعب رياضه ورياضه عنيفه زي الهاندبول مثلا ولا حاجه، يبقى انت وافقت ان هي تاخد نفس تاخد قوه وتاخد سرعه. ولازم يكون كمان هو كولي امر او لاعيبه لازم يكون عندهم طموح. صح. طموح ان هو اللي انا اوصل ليه، معلش محترم يعني، ليه المشكله ايه البنت عندنا مصريه تحترف؟ ما احنا عندنا اثنين مثلا محترفات مثلا في الهاندبول، ليه ما بقاش ثلاثه وما بقاش 10؟ عندنا في رياضات مختلفه سامي كبيره جدا، في رياضات أكيد مختلفه، بس أنا عودها في التنس وفي السكواش ان انا اعودها على الكلام ده كله. صح. وان انا لازم اكلمها كتير كولي امر، لازم يكون عندها كمان طموح، طموح ان هي توصل في مركز متقدم مثلا في 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 الدوري المصري او توصل للعالميه. بس ده بيجي من البنت، مفيش حاجه اسمها بنت اصل مثلها للجواز او التعليم، مش حاجه اسمها هي بقى الثقافه اللي نرجع لها. ثقافه بس اهم حاجه، بس هي اختلفت يعني. وهنتكلم صراحه، هي الفكره دي اختلفت عند الاجيال الجديده، لان ما بقتش البنت حتى فارق معاها قصه ان انا لازم اتخرج واتجوز، انا عايزه احقق نفسي. وحتى البعض بيقول لك البنات اتغيرت والاندبندنت ومش عارفه ايه، الفكره دي مش حاجه تعيبها ان هي تبقى اندبندنت وان هي عايزه تفكر في مستقبلها قبل ما تفتح عيله او تبني بيت يعني. فبتهيالي ده موجود دلوقتي او شعارين بيه، احسن شويه من الاول يعني. في تقدم احسن، الميديا برضو غيرت الدنيا شويه، الحافز للبنت اتغير ده شويه. بس اهم حاجه ان انا اعود البنت من صغرها يكون عندها الحافز اصلا لحاجه زي كده. زي ما اقول مثلا البنات عندي، انا عايزكم في الملعب رجاله، جوه الملعب جوه المستطيل بتاعي اللي هو 20 في 40 ده رجاله، انت ليه دي بره الملعب دي حاجه ترجع لك انت؟ ليه بقى المصطلح ده؟ ممكن اختلف لو تسمح لي. انا بقى خليني ابشرك، حضرتك فتحت باب مش هنعرف نقفله. لا والله في ثواني، اتفضل يا كابتن. معلش اصل انا مصطلح البنت ب 100 راجل، لا البنت ب 100 ست، لو هي جدع يبقى بنت او ست ب 100 ست، لكن انا ما بحبش المقارنه بين ست ب 100 راجل ولعبوا زي 20 راجل في الملعب، 20 ست في الملعب، 20 بنت في الملعب. هو المصطلح ان هو قوة شوية مش أكتر من كده. المهارة المهارة القوة موجودة. أنا يعني بتكلم على القوة، إن قوة الولد مختلفة شوية عن البنت. بقول لك اللعبي زي الولد مثلا أو القوة أو الراجل، يعني الرجل المستطيل اللي هو ده المستطيل بتاع اللعبة بتاعي بره، قلت لك اعملي اللي انت عايزه، يعني عايز قوه. انا في الملعب برضو هلعب كبنت. هتلعبي بيه؟ هلعب كبنت، هلعب كنفسي، هلعب كطاقتي، هلعب كقوتي، كتدريبي، كمهارتي، مش عايزه ابقى زي حد. بصي انت قلت ايه؟ قوتي وتدريبي. قوتي بالمستوى اللي ربنا اداهولي. انا مش بقول لك العبي زي الراجل بنفس القوه، ان هو مش ليه نفس القوه. انا قلت لحضرتك يا ابو الكباتن احنا نقعد لبكره بقى، مش هنعرف. هي مش هتيجي نفس القوه، انا قلت لك القوه مختلفه طبعا ومش مطلوب مختلفه. ومش مطلوب. انا بتكلم ان هي تبقى عندها الحافز، يبقى عندها القوه نفس طبعا. نفس الماتيريال سنه، ما قلتلكيش هي تبقى زي الولد يعني. بالظبط الحافز عند الستات اقوى يا فندم. لو اتعملت ان هي في الملعب ليه دي هي مش تلعب. طب انا عندي اقتراح يا ابو الكباتن لو حضرتك تسمح لي، ايه رايك يعني كشكل من الاشكال فض الاشتباك نتابع مع حضرتك تقرير يخصك وراي الجماهير في حضرتك التقرير ونرجع. اتفضل. لا هو بصراحة عامل طفرة كبيرة جدا مع الفرقة، الفرقة عمالة تكسب كل مباراة عن التانية، كل التطور في الأداء كل شوية بيزيد عن الأول، فإن شاء الله ربنا يكرمهم في الماتشات الجاية ويحققوا أكتر من كده وياخدوا الدوري والكاس إن شاء الله. والله بصي هو من ساعة ما مسك الفرقة والأداء بتاعهم يعني كان فيه تطور ملحوظ في الأداء، حتى في النتائج كلها هم واخدين يمكن العلامة الكاملة في الماتشات، وحتى لما بيكسبوا مش بيكسبوا ماتشات بتبقى صعبة، لما بيكسبوا ماتشات بسكور يعني. أنا ملاحظة مع تدريب أستاذ يحيى يوسف إن الفريق متقدم بيكسب كل المباريات، وفخر طبعاً للنادي وكده، فبتمنى له الترقي والتقدم يعني. أنا بوجه له كل تقدير وشكر ومن مزيد من التقدم والنجاح، وأنا بصراحة ممتنة ليه جداً، ودايماً النادي الأهلي على القمة. هو فرق كتير جداً يعني، هو وجوده خلى فريق كرة اليد عالي قوي وبقى فيه استقرار، في ثبات في المستوى، ده أهم حاجة طبعاً في 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 في, في الفرقة. وطبعاً النجمة سندس دي فرقة كتير مع الفرقة، والنتائج الأخيرة بتظهر مستواه وبتظهر طريقته الفنية ونجاحها.
والله زي ما احنا كنا شايفين الموسم اللي فات الفريق كان النتائج بتاعته سلبيه وكان في خلل في الفريق، وان شاء الله احنا شايفين كابتن يحيى مظبط الفريق الموسم ده والنتائج كويسه وعامل اداء ممتاز لحد دلوقتي، وان شاء الله ربنا يوفقهم وياخد الدوري. هو يمكن يتحسن السيزون ده عن السيزون اللي فات كتير قوي بعد ما الكابتن يحيى يوسف مسك، وماشيين من اول السيزون كل الماتشات نكسب لحد دلوقتي، ويعني ده هيكون احسن. وكمان جابوا محترفه تونسيه جديده اسمها سندس عامله اداء تمام لحد دلوقتي قوي. هو بصراحه كابتن يحيى يوسف من اول ما مسك الفريق واحنا شايفين ان هو ما بيخسرش ولا ماتش، الماتشات كلها محقق العلامه الكامله، وشايفين فرق كبير يعني مع الفريق بصراحه، تحسن كبير جدا يعني. نتمنى له باذن الله يحقق الدوري السنه دي وكل البطولات باذن الله اللي يخشوا فيها. شفنا بطلات ومهارة عالية جدا دلوقتي في هذا التقرير، وده هياخدني برضو اروح مع حضرتك استكمالا شوية للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بس بطريقة مختلفة. شاهدنا مؤخرا برضو ان فكرة المرأة هنا استطاعت ان هي تدخل في مجالات وكمان تدريب يعني فريق كرة قدم، ودي كانت معنا ضيفة كمان مثال حي للرجال متكلم. ودلوقتي احنا بنشهد على الساحة أشكال مختلفة أو ثقافات مختلفة على أرض الواقع طبقت، فوجهة نظر حضرتك برضو في ده إزاي، وفي نفس الوقت إزاي التحفيز بيكون للبنات اللي حضرتك بتدربهم لأن هم برضو يتطلعوا للعالم، أن المرأة يعني الرياضة أو المرأة في الرياضة العالمية هي داخلة في كل المجالات والثقافة يمكن مختلفة شوية فقادرة أنها تحقق ذاتها دون بعض يعني التوقفات اللي ممكن من المجتمع. خلينا نتكلم على دي. بص حضرتك، اول حاجه ان في المجال الرياضي عموما على مستوى العالم حتى في مصر بقى العامل النسائي موجود في كل حاجه، اثبت نفسه. التحكيم النسائي في الهاندبول موجود، حتى في كره القدم موجود التحكيم النسائي موجود. ماشي، في كل في التدريب موجود، في جميع معاش الاعمار موجود. ان في انا جهازي فيه مدربه معايا وشين دي مدربه، وفي الجهاز السيدات عندنا مدربات هاندبول. فما فيش مشكله في الكلام ده. لما بتكلم على كره القدم كمان دي حاجه ما كانتش يعني، لا موجود الكلام ده، في حكامات في كره القدم موجودين، في حكامات في الهاندبول موجودين. في موضوع تطلع ان البنت او الست السيده تبقى عندها تطلع خارجي كمان، لا في أيوة. لدرجه ان انا مثلا لما اكون عندي في ماتشات يعني مثلا بتلعب بطوله اوروبا منتخبات مثلا بتقوم اوروبيه، فبقول لهم اتفرجوا وبيطلعوا انه يشوفوا الاحسن ايه 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 المشاكل مثلا اللي بتواجه الفريق او المشاكل اللي مثلا انا بقول مثلا البنت تتفرجي على ماتشاتك ان يبقى في عندها الحافز ايه تصلح من نفسها. الكلام ده ينطبق على كل اللعبات كمان مش هاندبول بس. اما ان البنت في جميع المجالات عندها حافز لازم يكون عندها حافز، حتى غير الرياضه لازم يكون عندها حافز. ان اصلا معلش الكلام ده مش كلام مرسل، ان السيده في مصر دلوقتي اللي وضعها اختلف كتير اصلا. صح، في الرياضه وفي في الشغل والكلام ده كله، فاكيد الست ليها عامل كبير. طيب احنا هنرجع تاني لملف سيدات اليد بالنادي الاهلي بطبيعه الحال اكيد، ولكن برضو ما ينفعش حضرتك تكون موجود معانا كابتن يحيى وما نعرفش رايك ورؤيتك لمونديال كره اليد ان شاء الله اللي هتقيمه مصر الشهر المقبل باذن الرحمن، واللي المفترض ان احنا نكون يعني بناء عليه محطه انظار العالم كله. شايف ايه وتوقعاتك ايه؟ طبعا هو انجاز كبير جدا ان انا اخد كاس عالم عندي في ارض هنا ب 42 فريق 32 فريق 32 واول مره تحصل واخر مره اتعملت السنه دي، هي مش هتتم تاني مش هتتم تاني عشان مكلفه جدا كمان للدول اصلا اللي بتنفذها. طبعا ان احنا موضوع كورونا ده مأثر جدا في الاعداد المنتخبات او المنتخب بتاعنا بصفه خاصه، بس ان شاء الله مع المدرب الاسباني مع الفريق الموجودين دوت اعتقد ان شاء الله هتبقى الدنيا مختلفه شويه. ليه اثر علينا، ليه اثر على منتخبنا احنا بصفه خاصه مع كورونا جائحه عالميه وبطبيعه الحال اثرت على الرياضه عالميا، ليه احنا تاثرنا بشكل مختلف عن غيرنا؟ ان احنا المفروض ان احنا ممكن نعمل كنا نعمل معسكرات خارجيه ماشي، وكذلك الفرق الاخرى. لا لا في يعني الاوروبيين دايما دلوقتي هم حاليا دلوقتي الانديه بتلعب بطوله اوروبا، في بطولتين اوروبا، بطوله الدوري الاوروبي بطوله بيلعبوا اوريدي عندهم احتكاك تمام. وكمان في دول احنا لغايه دلوقتي كمصر ما بنروحهاش، ممكن الدنيا اتقفلت طيران والكلام ده كله فما فيش. فامبارح بس احنا عندنا اول احنا سافرنا البحرين من يومين لسه كان في ماتش امبارح مع البحرين وكسبنا فرق 12 دي حاجه كويسه طبعا، بس احنا كنا نطلع ان احنا نعمل معسكر خارجي او ماتشات خارجيه، ان احنا عشان تعمل احتكاك قوي لازم تلعب الفرق الاوروبيه، الفرق الاوروبيه هي محتكره كره العالم العالميه عشان تكسب كمان بطوله
كاس العالم او تخش في المربع لازم تكسب بطول فرق اوروبيه. ده لو احنا كمان عندنا يعني في القايمه بتاعتنا يعني اسماء برضو تقيله. اكيد عندنا اسماء تقيله كفريق وعندنا محترفين كمان. عندنا مروه عيد ورحاب بتالي فرنسا صح. ده دولت في المحترفات السيدات. احنا كمان عندنا محترفات في الرجال. طبعا الموضوع ان في اتنين بس محترفات في السيدات دي حاجه اتمنى ان شاء الله ان هي تزيد طبعا اكتر من كده، ان يكون في عامل ايجابي من البنات ان عندها الحافز اصلا. اما كاس العالم اللي جاي ده طبعا حاجه مشرفه لمصر جدا، واتمنى ان شاء الله ان يفتحوا للجمهور. طبعا الدنيا صعبه شويه موضوع الكورونا دي، ان احنا كل ده حدث عالمي ومش اي دوله بتاخد كاس العالم ده. إن بس أكيد. هو يا كابتن يحيى برضو تحديدا عشان نقول لحضرتك، حسب المعلومات اللي عندنا هيبقى 30% بس حضور عشان الاجراءات الاحترازيه والاسف. اكيد 30% حضور ده حاجه كويسه ماشي، بس احنا كنا بنتمنى ان احنا كمان نلعب في صاله تصوير القاره اللي بتشيل 25,000 متفرج. كان اي منافس يجي مصر هنا كان بيترعب اصلا من الصاله دي وكميه الجمهور. بس هو من ضمن الملاعب اللي هتتلعب عليها مباريات المونديال، هتتلعب عليها ضمن مجموعه اخرى. احنا بنتمنى كمان ان هي ان الجمهور كله يحضر طبعا. دي حافز كمان للعيبه طبعا. اتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه يعملوا اداء كويس، ان هو اقل من شارع على البطوله. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ونحرز مركز متقدم فيه باذن الله. كابتن يحيى، طيب لو هنتكلم عن هنا برضو منتخب يد سيدات، وانا هقول لحضرتك وعايزين برضو اجابه بمنتهى الصراحه، هل في مشاكل، هل في عدم اهتمام بهذا المنتخب يعني عشان برضو نفهم؟ هو الحقيقه مفيش اصلا منتخب سيدات دلوقتي الدرجه الاولى، مفيش. كان فيه واتلغى فيه، كان فيه شابات طبعا وناشئات. دلوقتي هو موجود دلوقتي على مستوى مصر هو الناشئات بس دلوقتي مواليد 2002 و2004 هو ده، غير كده مفيش منتخب اول. طبعا كنا نتمنى ان هو يحصل استمراريه للمنتخب الاول. ايوه ليه بقى حصل اصلا كده فعلا؟ لا احنا بنقرا فريق كورال، والله فريق كورال بيسال السؤال نفس التون ونفس النغمه ونفس التوقيت، ليه فعلا؟ اصل دي حاجه فعلا ملفتة للنظر. انا ما اعرفش طبعا، ان انا كنت بعيد عن موضوع السيدات ده طبعا، ان انا اتكلم فيه ان هو هل هو الاتحاد، هل الدعم. بس اتمنى ان شاء الله ان انا سمعت ان شاء الله من السنه الجايه ان شاء الله هيبقى فيه تكوين للمنتخب الاول. اتمنى حاجه زي كده طبعا، ويحصل دعم طبعا، ان في منتخبات افريقيه متفوقه في علينا في الموضوع ده، ان في فرق انجولا طبعا، الكونغو، تونس، الكلام ده كله متفوقون عندنا. بس علشان تعمل منتخب قوي لازم تبقى انت عامل خطه مثلا طاوله المجا او خطوط المجا، اللي انت اول حاجه عندك النيه ان انت تخش. يبقى قدامك هدف، صعب جدا ان انت تخش دلوقتي تحقق ميداليا. يبقى انت عندك خطه طاوله الاجا مثلا 5-6 سنين، اي كل بطوله هخشها المره دي مثلا سيريس ان شاء الله، يبقى طموح المره الجايه يبقى داخل المربع ازاي، ان شاء الله العب على ميداليا اللي بعديها، العب على ميداليا. يبقى عندك الطموح اللي انت عايز، بس انت اهم حاجه ان انت تعمل منتخب سيدات. طب يلا يا كابتن يحيى. طبعا اتمنى من الاتحاد ان هو يعمل منتخب سيدات طبعا، وفي اي لعبه مش شرط كمان في كره اليد بس، يعني في كره القدم موجود اصلا وعندهم تصفيات لكاس العالم، في منتخب فولي، في منتخب باسكت. اتمنى طبعا من الاتحاد ان هو يعمل منتخب لسيدات اليد ان شاء الله. ان شاء الله، لان عندنا نماذج جميله عندنا يعني طبعا، بس هي محتاجه الاحتكاك كمان الدولي. عشان اعمل منتخب لازم اعمل احتكاك دولي، ما ينفعش طبعا ان انا مرن بس هنا، لازم اعمل احتكاك اوروبي واحتكاك افريقي، ان احنا في دول افريقيه زي انجولا دي متفوقه جدا في كره اليد. ان شاء الله بس نخلص من موضوع جائحه كورونا وكل ده يحصل باذن الرحمن، ونشهد كمان يعني تكوين، لان احنا عندنا نواه محترمه جدا. ده سيدات النادي الاهلي لوحدهم يعني ممكن يتشكل من خلالهم منتخب اول. في عناصر كويسه في فرق لو تجمع، وعلى الاستمراريه في التدريب ومدرب كويس يبقى الدنيا تتحقق شويه. احنا بنشكر حضرتك كابتن يحيى، نورتنا وبنتمنى لك كل توفيق. ربنا يخليك، ميرسي جدا. شكرا ليك يا دكتور. اوعى يا فندم تكون زعلت. لا خالص، انا بهزر. لا خالص، بهزر مع حضرتك كابتن يحيى. شكرا ليك.